في دراسة فرنسية حول فترة تعلق الأطفال بألعابهم، تبين أن الطفل يمل من لعبته بعد شهر من امتلاكها. قامت إحدى الفتيات الفرنسيات بابتكار أسلوب اقتصادي جديد لشراء هدايا عيد الميلاد، إذ يمكن للزبون استئجار ألعاب طفله بدلاً من شرائها، وإذا أعجب الطفل بلعبته المختارة يمكن تمديد فترة استئجارها، طريقة جديدة لتفادي الأزمة الاقتصادية. جاءتني فكرة استئجار الألعاب عندما لاحظت تراكم ألعاب أطفالي في البيت عندما يملون منها وهي في وضع جيد، خصوصا الأطفال منذ الولادة إلى 4 سنوات، فهذا تبذير ويضر بالبيئة، وهم يطلبون دائما ألعابا جديدة، فقررت أن أؤجر الألعاب. فكرتنا التالية التجارية لاقت رواجا كبيرا في فترة الأعياد هذا العام، إذ تؤجر ناتالي أو تبيع ما يقارب 70% أكثر من المتاجر الفرنسية الكلاسيكية. يجد آباء الأطفال المستفيدون من طريقة الاستئجار هذه طريقة ذكية تتيح لأبنائهم التعرف على ألعاب جديدة باستمرار وتجنبهم مصاريف باهظة قد تنفق في أمور عائلية أخرى. أراقب ما تحب طفلتي من ألعاب، ومن ثم أعيد الألعاب الغير مرغوب فيها إلى ناتالي. لعيد الميلاد هذا العام استأجرت 4 لعبات لابنتي بسعر 5 يورو لكل لعبة، ما يتيح لي فرصة شراء لوازم منزلية أخرى. ليث بزداري، العربية، باريس.